السلام عليكم بنات، اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه ديال الامل والمنزلي صحي 100%، ما فيش مكونات بزاف وكيجي البنات يا سلام. غادي ان شاء الله تستغناو على ديال الزنقه. هذه هي الكميه اللي خرج ليا كيلو ديال اللوز. هانتوما البنات، اول حاجه انا ما تنغسلوش، غير كنمسحو بمنديل فازك صافي البنات، وكنشعل الفران ديجا شاعل على 160 درجه. اون فوا تنحس بالفران سخن كندخلو من الفوق ومن التحت. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا اللوز ديالي تحمر، ما تحرقوش، ما تخليوش يكحل. اون فوا يولي مارون صافي جبدوه. كيف ما كتشوفوا معايا ملي هرستو راه كان قهوي. كناخذ الماكينه ديالي غادي ندير فيها اللوز، ما ديروش سخون، يكون شويه دافي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا اللوزه من الوسط كتكون محمره. هنا البنات كنبدا نطحن، وهنا قلبت لقيتو يلاه بدا كيتكون على شكل عجين، مازال خاصو واحد الطحنه اخرى. غادي ان شاء الله نعاود نطحنو وغادي نشوفوا معايا الشكل اللي باغا نوصل ليه انا في الاخير، اللي هو شكل كريمي كيف ما كتشوفوا معايا دابا. ها هو الشكل اللي بغيت نوصل ليه. اللوز ديالي خرج ليا كاع الزيت ديالو. وهنايا في اناء غادي نشد هذيك الكريمه اللي تشكلت ليا ديال اللوز، غادي نحطها هنايا البنات، وغادي نزيد عليها واحد جوج معالق ديال العسل، ماشي ضروري يكون حر، تقدروا ديروا اي عسل، جوج معالق كبارين. بالنسبه للزيت البنات ما ديروش ديك، انا درت الزيت البلديه، ما ديروش ديك الزيت البلديه المجهده اللي فيها ريحه الزيتون اولا المذاق ديالها حر، ديروا الزيت البلديه اللي حلوه. الزيت البلديه اللي حلوه راكم عارفين تيكون المذاق ديالها حلو، كيكون الزيت بنين. الا درتو الزيت البلديه الحاره راه ما تعطيكمش مذاق زوين. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه كاس، قولوا تقريبا كاس ديال العنبه. وانتوما كطحنوا عينكم ميزانكم، كاين اللي كيبغي املو خاطر، كاين اللي كيبغيه سائل، انا كنبغيه بين وبين. فهنايا جاني كاس اولا كوب من الزيت ما عامرش، بقيت كنطحنها. نتوما البنات شوفوا لا تيكستور اللي وصلت ليها واللي عجباتني، يعني صافي البنات هنا غادي نتوقف ملي طحنته مزيان ووصلت للقوام اللي بغيت. ها نتوما البنات الشكل النهائي ديالو راه تيجي غزال وصحي ومنزلي. اشتركوا معايا في القناه وما تنساوش ديروا جيم. والسلام عليكم.